للأغراض الإنسانية الشعب الأوكراني يعاني، هل يمكن لإعادة النظر بهذا الموقف، وهل يمكن أن يعمل بوتين على تدمير كل أوكرانيا؟ إنما يحدث في أوكرانيا الآن مرعب وبشع ومؤلم، ونرى معاناة إنسانية ودمار بحجم لم نشهده في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. أود أن أشيد بشجاعة الشعب الأوكراني الذي يقف في وجه الغزو الروسي و قوات بوتين، ولهذا السبب نحن نقوم بزيادة دعمنا، ولهذا فإن حلفاء الناتو نفذوا أقوى العقوبات غير مسبوقة، وندعو روسيا والرئيس بوتين لأن ينهوا هذه الحرب. في الوقت ذاته لدينا مسؤولية كحلفاء في الناتو أن نحول دون اندلاع هذه الحرب إلى خارج حدود أوكرانيا، لأنها ستصبح أكثر دمارا وأكثر خطرا وتؤدي إلى مزيد من المعاناة البشرية. لن ندخل أوكرانيا جوا ولا برا. أما السبيل الوحيد لتوفير مثل هذه هذه المسألة هي بإدخال الطيران، لكننا لن نفعل، ولكن إن قمنا بذلك سننتهي إلى ما يشبه حرب شاملة في أوروبا تتدخل فيها المزيد من الدول ويؤدي إلى مزيد من المعاناة. لذلك اتخاذ مثل هذه القرارات المؤلمة بفرض عقوبات قوية وشديدة ودعم وزيادة الدعم، وفي الوقت ذاته عدم توريط قوة الناتو في الحرب في أوكرانيا سواء أرضا ولا جوا. Markus Becker with Der Spiegel. Mr. Secretary General, سيد الأمين العام، قلت أن الهدف هو جعل بوتين يسحب قواته دون شروط. ماذا إن لم يفعل؟ هل لديكم مجال للمفاوضات؟ وإن لم يكن للعقوبات أثر أيضا، هل هناك خطة ثانية؟